My great pleasure to welcome Prime Minister Kaïd Essebsi here to the Oval Office. C'est avec grand plaisir. السيد محمد الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية سنة 2014. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. وراهي تونس بخير وراهي باش تواصل في مشروعها الديمقراطي في تركيز الديمقراطية في تونس. نحيا الشعب التونسي هذا بتمامي قالي يا مخلص البلاد محال ننسى فضلك من بالي. السلام عليكم. افينير نومبرو فيزيتي لا تونيزي ليبر اي ديموكراتيك بارسو كو لا سيتواسيون سيكوريتير اي اكتويلمون تري كومبارابل ا سيل دو لوروب. Merci, je comprends que le message est bien compris.